السلام عليكم، صباح الخير. انا يعني كان مهم قوي ان انا احاول اعمل فيديو 7 8 دقائق اتكلم فيه عن الدروس المستفاده فنيا من مباراه زد وام بي 2006 في نهائي كاس مصر. احاول ان انا افيد بيها الناس. المباراه كانت حدث جميل جدا جدا. الفرقتين جهزوا نفسهم بشكل كويس قوي. احنا كنادي زد كان عندنا تعليمات من كابتن علاء نبيل ومجلس اداره ان احنا نجهز فرقتنا بكل المعطيات اللي تساعد ان احنا نشتغل بشكل كويس في المباراة، وان احنا نقدم مباراة بصرف النظر عن النتيجة تليق باسم نادي زد. بالتالي اكيد فرقة ام بي حضر نفسهم للمباراة بشكل كويس وبشكل يليق بتاريخ النادي، وده اكيد انا متأكد ان ده حصل فعلا. المباراة فنيا عشان نخش في الاجواء على طول، بس يعني قبل ما نتكلم فني هنتكلم ان احنا نستفيد من الحته المعنويه والتهيئه المعنويه والنفسيه للعيبه. احنا يعني لازم او هقول على تجربتي انا ان احنا الحمد لله كنا متواجدين في اقامه محترمه جدا للفريق بتعليمات زي ما انا قلت من كابتن علاء نبيل رئيس القطاع ومجلس اداره. المكان لازم يكون فيه قاعة محاضرات عشان نعرض الفيديوهات التحليلية سواء كان لفرقتنا أو للخصم، عشان الولاد يخشوا في أوائل المباراة. نعمل شغل تحفيزي وشغل ترفيهي للتجهيز المعنوي والفني للمباراة. المدير الفني الألماني مستر جيدو ومعاه كابتن طه فؤاد مدرب عام وكابتن كريم آمن وكابتن حسن علي اشتغلوا كويس قوي بشكل محترم جدا، ويجهزوا اللعيبة للمباراة بشكل يليق فنيا باسم نادي زد. وانا متاكد ان في المقابل جهاز فني نادي ام بي بقياده الكابتن محمود بيومي وجهازه الفني والاداري، انا متاكد ان هم عملوا نفس الشغل ما يقلش ابدا اطلاقا عن هذا الكلام. فبالتالي الفرقتين جهزوا فنيا ومعنويا. دي الخطوه الاولى اللي انا حابب ان انا اقولها، ان انا انقل الثقافه ديت للناس ان هي ازاي تشتغل معنويا، تجهز اللعيبه معنويا، وايه الادوات اللي هم ممكن يشتغلوا بيها علشان يجهزوهم لمباراه نهائيه وليها حدث اعلامي، خصوصا ان المباراه اتذاعت على قناه كون سبورت، ودي حاجه كانت جديده من نوعها ولقت استحسان كبير جدا من الناس، وكان في ناس كتير جدا متابعه المباراه ديت. نخش للشق الفني، وهو زي ما انا قلت احنا الفرقتين جهزوا معنوي، بتبدا بعد كده تخش للشق الفني في المباراه. مؤازره مجلس اداره لفرقته بيدي دعم معنوي قوي زي ما حصل لمجلس إدارة نادي زد في مؤازرتهم لفرقتهم. ده خلانا ان احنا نبقى عاليين جدا في اول 10 دقائق او اول ربع ساعة. المؤازرة المعنوية من مجلس إدارة من لاعيبة زمايل الولاد اللي في الملعب من قطاع الناشئين، الفرق المختلفة، في باص جي، في شغل اتعمل، في مدرجات، في ناس بتشجع، الحاجات دي كلها مهمة جدا جدا الناس تشتغل عليها لما يكون في مباراة نهائية. احنا عندنا لعيبة في نص الملعب شخصيتها قوية جدا، بتقدر تتعامل مع مباريات بحجم فرق كبيرة زي امبي زي الاهلي زي المقاولين، بيشتغلوا بثقافة فنية محترمة قوي قوي. واضح ان كان الجهاز الفني الامبي هم عملوا كثافة في نص الملعب، بدأوا ان هم يقابلوا من يعني نقول التلت الوسطاني او بعده بشويه كمان، يعني من دايره نص الملعب كده بدا ان هم يعملوا الضغط في المنطقه ديت، وبيعملوا كثافه عدديه في منطقه نص الملعب. في لعيبه واضح ان كان عندها تعليمات ان هي ما تزيدش ابدا عشان دايما الكثافه تبقى موجوده، عشان ما يكونش في اريحيه لعيبه نص ملعب زد ان هم يقدروا يشتغلوا كوره بالشكل المعتاد. فبالتالي كان بيبقى فيه زي ما بيقولوا غابة من الثقان في منطقة نص الملعب بتاعت إنبي، وكان باكين الطرف الإنبي ما كانوش عندهم تعليمات بأن هم يزيدوا، فبالتالي كان فيه كثافة عددية كبيرة جدا مش مديها الأريحية زي ما أنا قلت إن فرقة زد تقدر تشتغل بشكل سريع وبشكل معتاد. كمان في حارس مرمى إنبي حارس ممتاز جدا، كان بيريحهم في حاجات كتير. ضربات الركنيه كان بيطلع ياخد، بدانا ان احنا نشتغل من العمق، بدانا نشتغل لونج باص، عندنا سرعات يمكن ما قدرناش نستثمرها بالشكل افضل حاجه زي ما انا قلت للتكتل الدفاعي لفرقه امبي.
وإنبي في الجزء الهجومي بدأ إن هو يشتغل على الحالات الفردية، على الإمكانيات الفردية للاعبته. في لعيبة بتقدر تشتغل من واحد ضد واحد كويس، بيعدوا يحطوا لتحت، بيقدر إن هما يحطوا بشكل مميز. إحنا زي ما أنا قلت بدأنا نشتغل إن احنا نعمل تشيب باص في العمق، عندنا لعيبة تقدر تعمل الكلام دوت. مكناش موفقين في كام واحدة جات لنا. نفس القصة إنبي برضو بطريقة شغلهم زي ما أنا قلت، إن هما بيعملوا كثافة عددية في نص الملعب، وبيشتغلوا على المرتدة اللي هي الكونتر أتاك، بإن حد يكون عنده مهارة الواحد ضد واحد ويقدروا يشتغلوا في الجزئية ديت. عندهم سرعات كمان، الديفنس عندهم كان شغال بشكل كويس، وكانوا بيغطوا تحت بعضهم وبيضغطوا بشكل كويس، فده حد من سرعات لاعبتنا. فبدأنا احنا كمان نشتغل باللونج باص عشان نقدر نخلص واحدة كرات الثابتة. دي المباريات النهائية، ده خد طابع المباريات النهائية، ثقافة المباريات النهائية، ان انت بتقفل كويس، ان انت بتحجم الخصم، فانت بقى ونصيبك تحط واحدة من كرة ثابتة، واحدة من شغل فردي. الشاهد في تقييم الفني للمباراة، ان انا زي ما انا قلت ان انا يعني حابب اصدر طريقة اللعب الفنية والتكتيك اللي اتعمل من الفريقين، وانك تحاول تحل والفريق الخصم يحاول يعجزك في حلولك. دي الثقافة اللي انا بحاول ان انا اترجمها من مواقف من الملعب، بحاول اعرضها في كلامي عشان الناس تستفيد بيها. يعني احنا مش بتكلم بحتة انتماء للنادي ابدا، على قد ان دي مرحلة لعيبة لسه تحت النشأ، وبنحاول ان احنا نساعد الناس بشغلنا، واللي عنده معلومة واللي عنده ثقافة فنية في شغله بيقدر يحاول يعرضها ويعرض شغل مدربين اشتغلت بشكل محترم، زي الأجهزة الفنية بتاعت زد وإمبي. حاجة الواحد فخور بيها بصراحة يعني. فالموضوع الفيديو مش تحيز، ولكن الفيديو ان احنا بنصدر ثقافة للناس تشوف المدربين اشتغلوا ازاي، تشوف الشغل اتعمل ازاي، الحالات الفنية اللي انا بطلعها لكلامي، ان انت لما يكون عندك مباراة بهذه القيمة تقدر تشتغل ازاي، تقدر تعمل ايه، حلولك ممكن تكون ايه. فيعني بحاول اساعد بشكل مبسط. المباراة في الاخر وصلت ان اللي هيكون فيه توفيق ربنا لي هو اللي هيكسب، مش موضوع ان انا احسن اطلاقا بقى. يعني احنا في الاخر وصلنا ان احنا انبي محافظ ان هو ما يخش في هدف، يشتغل على الكونتر اتاك، يقفل نص الملعب، يشتغل على الحلول الفردية. زد عايز يشتغل من العمق، وعايزين نوصل ونعمل كورسات، وعندنا التحامات هوائية كويسة، عندنا تصويب من بره كويس. كل مدير فني عنده اوراقه، كل مدير فني عنده شغله، وفي الاخر التوفيق بتاع ربنا. وده اللي حصل فعلا، ان الماتش خلص بكرة ثابتة، الانبي ربنا كرمهم بالبطولة. لكن تعالى نقول احنا استفدنا ايه بعيد عن البطولة، سواء كان الفرقتين، يعني سواء كان اللي حقق البطولة فرقة انبي الف مبروك طبعا، واللي ما حققش البطولة فرقة زد. تعالى نشوف احنا استفدنا حاجة كتير جدا. اول حاجة، احنا عندنا 2 مدربين حراس، طلعوا لنا 2 حراس هايلين جدا، كابتن ابراهيم يوسف انبي طلع لنا الحارس الممتاز بتاع انبي، كابتن حسن علي مدرب حراس نادي زد، وهو انا بعتبره واخد تصنيف ان هو اول مدرب حراس يطلع حارس لمنتخب مصر، هو اللي مؤسسه وعمل لنا حارس تاني اللي هو وصلنا في بطولة كاس مصر للنهائي. فدي حاجة تحسب لمدربين الحراس للفرقتين. عندنا مدير فني زي مستر جيرو ادانا الثقافة الألمانية، ومعاه 2 مصريين على أعلى مستوى، كابتن طه فؤاد والكابتن كريم أيمن. ناس شغالة بتأدي تعليمات بشكل محترم. شفنا إدارة المباراة ازاي، عندنا جهاز فني الام بي كابتن محمود بيومي ادانا ثقافة جميلة جدا لتقفيل الملعب، استخدام الكونتر اتاك، ما يخشش فيه هدف، يحاول يسجل بطريقة معينة، المهم انه ما يخسرش، وانه يحقق المكسب بشكل فني محترم. طريقة لعبه واضحة ومميزة، وفي شغل مدير فني بيقدر يرجع لعبته للمباراة حتى لو كان في ضغط من تواجد مجلس إدارة، من تواجد جماهير،
حتى لو كان عددهم قليل بس في دعم، انما المدير الفني كان ليه دور كبير جدا، وانا بعتبر ان هو ليه دور كبير في مكسب البطوله اللي فاتت امتى. فاحنا في الاخر بنطلع بنصدر ثقافه وبنقول ان احنا هارد لك لينا كزد، ولكن احنا كسبنا حاجات كتير، كسبنا تيم كامل يقدر. احنا عندنا 5 6 لعيبه في المنتخب، احنا ما قلناش امبي عنده ايه في المنتخب واحنا عندنا ايه في المنتخب اطلاقا. اللعيبه اللي موجوده تسد، ودي لعيبه على اعلى مستوى ودي لعيبه على اعلى مستوى، والناس اللي راحت المنتخب على اعلى مستوى. ولكن احنا عندنا كسبنا تيم قدر يقدر في عدم وجود 5 6 لعيبه في المنتخب ان هو يوصل نهائي كاس مصر على حساب الاهلي والزمالك والمقاولين والدنيا دي كلها. عندنا نفس طويل في الدوري لان احنا عندنا دكه محترمه، عندنا تيم كامل يقدر يلعب بنفس المستوى بنفس الشكل، عندنا لعيبه عندها مسؤوليه تقدر تشتغل. الحاجات دي كلها كسبناها من المباراه، عندنا حارس عظيم قدر يوصلنا نهائي كاس مصر، عندنا حاجات كتير جدا استفدناها. نفس الشيء امبي عنده مدير فني محترم محمود بيومي وجهازه الفني محترم، حاجه على اعلى مستوى. في جهاز اداري، في عندنا كابتن محمد صلاح اداري الفريق قام بدور رهيب في تجهيز الاداريات، والكابتن عادل صادق في حجز الاوتيل ونفس الشيء برضه اداريين في ام بي. انا اسف ان عدم ذكر الاسماء بس انا ما اعرفش، ولكن واضح طبعا من التجهيز. كل الحاجات دي كلها اجواء، كل الحاجات دي كلها لازم نستفيد منها ولازم نتعلمها، ان احنا ازاي نجهز نفسنا للمباراه النهائيه بالشكل ده ونوصل لثقافه فنيه واداريه محترمه تليق بينا ان شاء الله. انا اسف جدا على الاطاله، بس اتمنى اكون قدرت اضيف حاجه فنيه ومعنويه واداريه من خلال الحاجات اللي احنا اكتسبناها من مباراه ام بي وزد 2006 في نهائي كاس مصر. شكرا جزيلا، السلام عليكم.